سيدنا محمد الله مال جلالي. هذا هو المقطع اللي معكم بالسوق وهذا عليكم اخوتي، صباحتو كيبقيتو مزيان، صحيحه مزيان، وليداتكم ورجالاتكم نتوما معاهم مزيانين، ونبغيكم كاملين تكونوا بخير على خير. ها نتوما تشوفوا اخوتي، ها حنا السوق ديال السبت، جا خايا يشري اضحيه ديال العيد ديال السبوع. النهار ان شاء الله غيكون عندنا السبوع، ايوا هادشي اللي كاين ان شاء الله. المهم السوق كنا هنا ديال البلاصه ديال الكواله، تبا تشوفوا ماشي عامر بزاف، ومازال الظلام عصام لينا الفجر وخرجنا مازال. ايوا هادشي اللي كاين اخوتي، تبا معايا قاد الصيطة ان شاء الله باذن الله. كتاب غنوريكم ان شاء الله السبت كي دايره، ما كتاب شي هادشي اللي كاين. ها تبا تشوف السبت كي داير، مازال عاد بدا يبان الصبح، مازال الظلام. ايوا هادشي اللي كاين اخوتي. صافي حنا خدينا دابا طحن نظرت الصباح، هانتوما تشوفو عبان الضو مزيان، ولكن ما شاء الله يدورو بيه الناس السبابية ما يخليوش تبيع وتشري. ايوا هادشي اللي كاين، هانتوما تشوفو هادي السبت. ها هو نمشي به طفطمه. وكما شفت اخوتي السوق صغير زعما ماشي كبير، ديال الحواله وديك الشيء، والغلا الغلا واحد الغلا ما نعاود لكمش. التوار خالي مسكين بقى يدور يدور يعاود يرجع يدور يدور، ما كاينش في هذاك. هذا اللي عجبو اللي شرا، وواحد اخر المهم ماشي شي فرق بيناتهم، ولكن فرق بيناتهم الثمن بزاف. هذا اللي شراو ب 44 اخوتي، انتما دابا نوريكم تشوفوا ب 44، والاخر يقول ب 60، ولكن الاخرين كاين صغار لكل ما عندكش تخطر نهائيا. وزايدون قطو سبابيه كواحد على علاك تعلى بعض داكشي ديال المغاريب من نوع. واخا هكا الله يرحمنا برحمه الواسع، يعني الله كنتما تشوفوا العلف غالي وكلشي غالي، والله يحسن العون حتى هما عاوتاني خصهم يسترزقوا الله، الله يحسن العون الجميع. المهم خايا راه خدا الحولي ورجع عاوتاني خدا الحال، لان ضروري باش تكفيه. واش اللي كاين دابا؟ هادي هي السبت اخوتي. المهم ملي كنا ماشيين مشينا في الظلام، الظلام ما صورت معكم حتى حاجه لان ما يبان حتى حاجه. صافي تا كنت راجعه عاد خديت معكم هاد اللقطات هكا من السبت. انتما تشوفوا ما دخلناش حنا السبت لداخل، لان صافي مع نهار ديال السبوع بغينا نرجعوا دغيا باش بنادم عاوتاني يذبح. هي هذيك ما جينا وصلنا ومشى خاي جاب باش نفطروا وديك الشيء. صافي حتى كان بغينا نذبحوا بحران عاد عرفوا عاوتاني توجد الطيابه وديك الشيء. انتما تشوف اخوتي هذا الواد اللي نوريكم، شوف كيف ناشف في هالبلاصه هذه. تكون في الصيف واخا هكا يكون فيها شويه د الماء، هنا يكونوا فيها قياطون وفيها هذه اللي جات قدام قنطره الاسكر، يكون فيها قياطان والناس يجيو يعوموا ويجلسوا تما، ايوا يدوزو نهارهم. ايوا هادشي اللي كاين اخوتي. المهم قد استطاع الله يرحمنا برحمة الواسعة، كانت اخوتي الجو الربيع او الخريف على الاقل كان راه الجو زوين هكا يبان داك الربيع هكا. دابا الدنيا ناشفة ولكن ما نعرفوش حسن الله،
عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ماشي اللي كان نقول اللهم ارحمنا ارحم عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وارحم بلدك الميت. الله يرحمنا برحمته الواسعه وعطيها لنا قد ندفع اخوتي. وصافي احنا رجعنا راجعين نوريكم قعده الملك واحد المقتطف من قعده الملك ونوريكم هكا تونات قريبه ونوصلكم حتى للفيلاج وصافي مشينا جبنا التغذيه جبنا كومير باش نفطروا. هذا هو السد اخوتي راه هو البلبل هيه هذا هو السد شتي الماء ديالو قلال. هادي هي قعده الملك هانتوما تشوفوا هادي هي قعده الملك وهادي تونات البن هنا ماشي تونات كلها هادي ماشي تونات كلها خوتي هادي اسطار مع لان الفيلاج وديك الشيء جا من الجبل لهيه لان كيعرفوا الناس كاين اللي عرفته الناس وكاين اللي ما عرفاش بالنسبه للناس اللي ما عرفش تونات تونات جبليه قال جبليه بنتي فيها الجبل بزاف كل جبل غطي على جبل اخر. واش اللي كان هذا واجب الدستار اللي بان حنا مسطح بعيد هكا وهذا هو المهم السد ترقد السد هذه اللي نمشيو للسد انا صورت معكم السد اللي بغى يشوف السد ويشوف قعده الملك وتصورت معكم. وهنا هنا كون هنا عزكم الله كاينه زباله لا يدانا الشمال وما صورتش انا صورت على اليدانا اليمين ونوريكم الدخله ديال السد هي هذه الربيع كل الدنيا زاهية تبارك الله ما شاء الله وكل الدنيا عامرة شي ماشي شي ماجي بالطونوبيلة لا الرجلين لا نشوف تما يديرو كاسكروطات وداك الشيء إن شاء الله يا ربي لا طاح الشتا إن شاء الله وزيان الدنيا إن شاء الله بإذن الله نصور معاكم لمالا واش اللي كاين أخوتي. المهم دايما نقولو قد التصوير قد الإستطاعة أخوتي هذا يقولو لها الجلسة الحيلة المهم أنا عارفة بالجلسة الحيلة سميتها اللي جات قدام المحطة المهم المحطة ديال الكيران سميتو هذا هو الشارع ديالها الكبير هانتوما تشوفو كي داير الديور زعما مزيانين على الشارع. المهم تونات كبيرة بالمساحة ديالها ولكن بحكم يعني جبلية ما أدبنش المساحة ديالها هادشي اللي كاين كما كانت واطية وحدها كراها تبان فيها السكان بزايد دابا غير تكوين تفاك الله تكوين شحال رجع فيه السكان وبدات تتبدل تونا على ما كانت السكان قواو وما رافقت شحال حاجه ما رافق كاينه. وهادشي اللي كاينه اخوتي هنا كاين على يدنا د الشمال كاين المحطه ديال الكيران ها فهنا المحطه ديال الكيران عام صورتاش انا حق صورت على يدي اليمين هنا تشوف الطاكسيات كاينين دابا على الجهد الطاكسيات يعبيوه ملي مكاينش ما تلقاش الطاكسي راه تجبر تقولو الطاكسي ولكن الطاكسيات كاينين على الجهد تمشي دابا فين ما كان وشي المحطه ديال الطاكسيات سهبطو التكوين ويجيبوك لهنا حيت البوليس يجيبوك المهم حج دريان كاين زعما الطاكسيه في الاول كان جبار صعوبه نمشي على رجلاك ولا قصد لي شي واحد شيار له اوتوستوب وصافي دابا لا صافي دابا الطاكسيه وتبارك الله ما شاء الله خدامي في الايام هذه مع العطله مع الادارات كل وحده اداره فين جات يعني يخدموا الناس. هادشي اللي كاين اخوتي المهم غنمشيو للدار غنوريكم اسبوع قد استطاعه اخوتي ان شاء الله يا ربي نوريكم الذبيحه هكا تعرفوا ما نوريكمش بزاف لان حق طبعا النشر وسميتو كوبيرات ما خفت من حسابي ما خصش نبين الدم ونبين الذبيحه ولا شي بحساب اليوتيوب. وهادشي اللي كاين المهم دائما نقول خاص استطاعه اختكم شجعوها مازال اختكم خاص الدعم زد دعموها وشجعوها الله يجازيكم بالخير بكم القناه ان شاء الله زايده قد ان شاء الله باذن الله. وهالشي اللي كاين دابا حنا قربنا قدام الثانويه الوحده غنوريها لكم هكا غنكوزو ليها ها انتما تشوفوا هذه التونات الداخل قولوا لي التونات الداخل اللي في ديك الجبل. وحنا قربنا الثانويه حتى الثانويه كبيره المساحه ديالها كبيره هذه هي الثانويه اخوتي تبدا مراها المساحه الفوق وحنا ماشيين هذا الصور ديالها كله ديال الثانويه لان ثانويه كبيره حتى هي نيت هانتوما تشوفوا هذا كله الصور ديالها وعاد مرتبطه مع هذاك الدار ديال العامل حتى هذه هي الدار ديال العامل هكا مرتبطه بها هاد المساحه هذه كلها حتى جات قدام البنكه غنوريكم هاد هذه دائره كلها
مساحة كبيرة زعما شاسعة فيها الربيع. المهم هانتوما تشوفو قدام مثلا هنا الدار ديال العامل وداكشي، كاينة البنكة، كاينة الجامع، هانتوما هادي بنكة والجامع، ولا هادي الجردة هنا البلدية، واو هادي هي هذا هو الفيلاج، هادي هي الساحة ديال البلدية، هادي هي القيصرية هنا. وحنا مشينا نجيبو باش الفطور وباش نذبحو. السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ مزيان صحي حاله باس؟ نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. لاول مره غادي تدخلوا تشوفوا قناه ساميه الزبان، قولوا مرحبا والف مرحبا، ما تنساش تابونا معايا باش يبقى يجيكم الجديد. واللي معنا قولوا مرحبا بكم اخوتي صغار كبار رجال نساء، مرحبا بالنا جداد، وما نساوش الناس قدمتم الخير والبركه. المهم هذا النهار ان شاء الله نهار الاسبوع كانت ذبيحه ان شاء الله يا ربي غندبحو نسميو وليد جاد، ياه غنسميوه جاد. المهم التقاليد ديالنا عندنا قران ضروري نخرجوا الدري مع القران، قالها باش يكون قاري القران ان شاء الله ويقرا مزيان. ايوا هنا عندنا الحلوى وفانيد، الحلوى باش يكون حلو ومسكه واخا يتمضغ ما يتبلعش. وهنا عندنا خبيزه، قال لها سيدي اللي عندها المراه كفرقوها، اللي عندها غير بنات وخسا الولد اعطوها من الحاشيه، واللي عندها الولد وخسا البنات اعطوها من الوسط. وهادشي اللي كاين، هذه هي التقاليد ديالنا ان شاء الله. المهم يقبلوا على اختاكم، المهم تقرضت شويه قضيه كان في البنادر والحيحه وداكشي، دابا قلبنا على البنادر ما كاين شيء. ايوا خويا ما سابش لا نفار لا غياطه لا حتى حاجه. واش اللي كاين؟ انا دابا في الصاله مازال اخويا، وريهم انت الصاله هكا، الصاله تبع تشوفوا مازال اخويا. دابا عاد ما يجي التريتور يجيب هادشي ديك الطبالي ديالو. المهم ديك الطبالي ديال 3 ايام اللي شفتهم هنا طلعناها من الفوق لان بحال يتساواو، وهنا عاوتاني راه يجيبو يحطو شي طبالي هنا. المهم غادوز 7 طبالي ولكن ما يديرو 6 على حساب باش يخليو العيالات يجلسو ويشطحو ان شاء الله يا ربي. المهم دايما نقولوها قد استطاع خوتي غنقبلو على حسابكم. يلا تنوريكم الذبيحة ان شاء الله باذن الله، يلا هاجيو معانا. وعليك رسول الله رسول الله اجينا سيدنا محمد طبالي على ما ان شاء الله يبغيو يزيدوا المستا 7. هانتوما تشوفوا مازال واحد الانسان اللي بغاو يديروا الكحز، ولكن خلينا لهم ليسباس هنا باش الناس يجلسوا، لان من اي حاجه ديك الطبالي كحزوهم رافه رافه، ديك الطبالي كحزوهم رافه، داكشي هو 7 الصاله ديال 7. هادشي اللي كاين بهذه الطريقه هكا. هانتوما تشوفوا راه عاد العباسه في الناس يشطحوا هنا في هنا. كاين تيسا
ان شاء الله رويله رويلة ها 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 لان هنا دار سته ودخل خمسه ولا سته سبعه ثمانيه كلنا واحدين دابا وما يرجعوش هذا خويا الاخرين واش اللي كاين اخوتي يلاه غادي ندير المقبل ان شاء الله باذن واحد الاحد. مع السلامه.